Inte porno, men de... Det här är när Sim filmar gränsen och sätter mig i skiten när militären kommer komma. Då har ni det på filmen i alla fall. Det ni ser där borta är Kamishli. Ja, det är häftigt. Vi är precis på gränsen. Ja, vi är i Nusaybin och där ligger Kamishli. Precis där, det ni ser bakom stängslet. Vi är tillbaka i Nusaybin och det vi ser här bakom oss är Mor Yaqub den Siwi. Det är alltså en av våra kyrkor, men också ett av världens första universitet. Det var vårt. Vi tar klivet in här. واللي قبيضة لك فرد كايني هاتي عطتو هاوي لا ألف وشوامو إشنت عميرو يعني شاتو بتلثمو قبيضة وطوركولا بوزا بنايدا نافيلو أو مدرد الكوذينا بزبنو مشحلفونا قحرتو معماري ميقما حربا دفرسوه أيو لفي مركز أورهوي يعني أورفا شاتو بتلثمو توسو بشتي زبنو فايشي تامو نقحرتو دعيري لركي مور افريم تلميذ مور يحقوب همركن تامو هاي ملفونة دي مدرشتو ميق من دعيونا مدرشتو ده هركي هول ايمان داوبنا شاتو بتري الفو بطرف دي بلدية نصيوين وقف ده سيريوي وده ناثاري بدل الوحفورو دي در تايدا متري الفو لتري الفو اربع سرسن داوبنا وحفورو بتري الفو تري نافخ كيفو ملكي كتو اكتبتو سيريوي علي اهر قاني يعني ادرزان دمليس دي كوليكتيو علي كيفايو ومروا لي شاتو دانا الفو تلثمون داوام لاي مدرشتو تنصيون يعني الفو اشني داوام لاي مدرشتو تنصيون من اقا بس اليو اذا المدى اي ذحتو هات كتو هاركي مدرشتو بس بيدو للتركيا لتو اي ذحتو لي شاتو دانا الفو تشعمو تشعو تش مور يحقو شاتو بتلثمو وتشع مرشمال بندا صالوه ديار بكر بتلثمو وحمشو لسري مور يحقو مور افري مور اوجين اتلو ثو حاضيري بسنادوس نيقيا
بعد 338 مور يعقوب مشانين بصر من مشانين تلميذ هذا مور فريم هركة 820 إشني وقرهو يستحصار إشني 830 إشني عالم الفونو دي مدرشته طبعا مجدن بودن نحفورانو ديدرتو دمينا يدحتو هركة عيتو بس عيتو ربصو كاتدرات كمينة لاروانيو هركة مبريثو كولا بتمعموديتو دتلو ثوابو يرويدا بوزا بنينا نافيلو عيتو ربصو كاتدرات أو مدرالي لكو دينا إذا سمع هركة عيتو قبر دمور يحكوب سلال تحيو طبعا مقم هو العلم ما ذبحو مي خسر دلار والبا طميرو واتحتو عفرو متمنيو متر بدل الوحفورو يقول ماطق ومتر أي متر بدل متر الف واربع سرستي كالا من استد أونسكو متر الف وشح سرستي بدل الوحيث وثيدة يعني بتعمير أيضا دوی بی پوگ نیر هری موری خود نصیبی بی پوگ تیل به قدیش آلسو در گروهان فینس ristade med kors. En massa kors på den ristade i stenen. Berättade där inne att en gång i tiden har det här universitetet haft över 1000 elever. Och förutom det vi såg där inne så ser man att det är väldigt, väldigt mycket utgrävningar. Och man fortsätter att hitta saker. Och det är inte i många år de har hållit på. Jag tror de höll på i 10 år bara. Men det intressanta vi kommer till är att vårt språk, det vi kan läsa och skriva idag, det finns bevarat. Och det är otroligt intressant. Vi såg det på kyrkans vägg också där. Det här är alltså Sankt Jakob av Nsibis, Nusaybin, Nsiwin på syrianska. Så helt fantastiskt att vi har kvar sådana här saker. Thank you.
Lång dag i Nusaybin och Morogin, och nu är det dags att få i oss lite mat, och vi har beställt shashtawa. Men
ni ser vad det är där, va? De goda grejerna kom först. Alltså, de chick up där. Jag tror han ska få vitlökskräm i Sverige, men hoppsan Kerstin, här kom in min satsa. Vi ska se hur den här smakar, men ta lite bröd så här. Så, tar du en bit kött. Se hur den smakar. Det här var grejer. Super. Welcome to Nusaybin.